السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة عالم إيمان للتنظيم والوصفات. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة البغرير المغربي من دون تخمير. غنشوفوا المقادير وطريقة التحضير، فهي طريقة سهلة جدا وناجحة 100%. ولكن بصراحة قبل ما نبدأ بغيت نشكر كاع الناس اللي تفاعلات مع الفيديوهات الأخيرة ديالي، سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب. سنقول لكم شكرا بزاف من كل قلبي، فهاد شي فرحني وساعدني. لي كومونتير اللي خرجوا زوينين غادي يخليوني دائما نزيد القدام ونجيب لكم المزيد. الا كنتو نتوما اول مره كتشوفوا لا فيديو ديالي اليوم، شاركوا في القناه وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم. نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا ان شاء الله زلافه ديال السميده رقيقه، الا ما كانش عندكم السميده تقدروا تعوضوها بدقيق القمح، نصف زلافه ديال الدقيق الابيض او دقيق الفورس، خمارة حمراء ديال الحلوى، قبصة ديال الملح، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز أو خميرة العجين سريعة الذوبة، ولا ديك القاصحة نقدرو نديروها مع شوية المدافي ونديروها للخليط. وبيان سور هادشي غادي نجمعوه كامل بالماء، وغادي نحتاجو لجوج ديال الزلايف ديال الماء دافي. جوست للإشارة، الزلافة اللي غادي نعبرو بها السميدة هي اللي غنعبرو بها دقيق القمح، وهي اللي غنعبرو بها الماء، فغنديرو جوج زلايف ديال الماء دافي باش نجمعو الخليط. غادي نبداو على بركة الله. غناخد الإناء اللي غادي ندير فيه العناصر. إذا غادي نجمعو جميع العناصر في مرة واحدة من غير الخمارة ديال الحلوى. غادي ندير السميدة، من بعد غادي دقيق القمح، الملح، والخميرة ديال العجينة، وغادي نجمعهم بالماء. فمن بعد ما مزجنا جميع العناصر في الاناء، غادي ندوزوهم في المولينكس وغادي نطحنو مزيان باش ما يبقاش واحد الحبيبات ديال الدقيق وديال السميده. غنطحنو كلشي في المولينكس، ومن بعد غادي نزيد الخماره الحمراء الزا، يعني من الاحسن نخليوها دائما حتى للنهايه. عاد نزيدوها بعد ما طحنت جميع العناصر في المولينكس وزدت الخماره هي في المرحله الاخيره. كبيت الخليط نتاعي في هذا الاناء اللي من بعد غادي نبدا ديريكتومون، يعني ما خمرتش وما حتى شي حاجه، ديريكتومون غادي نبدا نطيبو فوق المقله. المقله نكون شعلنا عليها نار مهيله، وغادي نصبو واحد المقدار ديال مغرف. فانا في هذه الاثناء بدلت البوطه، كنت على داك الجنب اللي على اليسر، ولكن عندي المقله شويه كبيره فهذاك الرجل صغير، بدلت الراس مشيت للراس الوسطاني. يعني الا كانت عندكم الاحسن الراس نتاع البوطه يكون مناسب مع المقله باش يتحمر من جميع الجوانب ويطيب مره واحده. فبقيت مستمره حتى كملت تقريبا الكميه ديال البغرير اللي عندي. كما كتلاحظوا فهو كيتقب وتيطيب يعني بسرعه، ما تياخدش الوقت بزاف كما قلت لكم، فانا ما خمرتوش وتيعطي نتيجه زوينه في النهايه. اذا غنبقى في السمره حتى نسيل الكميه ديال البغرير، ومن بعد غنرجع لكم ونوريكم الشكل النهائي. فهذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا. صراحه كيجي زوين بزاف، كيجي رطب وكما شفتم تقب، وكينجح يعني 100% من دون تخمير كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. يمكن لكم ترافقوه بالعسل او الزبده المذوبه بالعسل. كاين اللي كيدير فقط زيت الزيتون حتى هو كيجي رائع بزاف. فكننصحكم انكم تجربوا الوصفه. كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو راها ناجحه، غير احترموا المقادير. والا كعجبتكم الفيديو نتاع اليوم ديروا لايك، تابوناو لاشين ديالي، وان شاء الله غنضرب لكم موعد في فيديو جديده ووصفه جديده ان شاء الله. ميرسي بوكو والى اللقاء.